5 مدربين هم الأفضل في تاريخ كرة القدم، فكانت النتيجة 5 أسماء مختلفة لمدربين من عدة جنسيات سنتعرف عليهم تباعا. المركز الأول كان للمدرب المعتزل الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون، وفي المركز الثاني تواجد الإسباني بيب غوارديولا المدرب الحالي لنادي مانشستر سيتي. تلاه في الترتيب المدرب المعتزل الإيطالي أريغو ساكي والبالغ من العمر حالياً 78 عاماً، ثم المدرب الراحل الأسطورة الهولندية يوهان كرويف الذي احتل المركز الرابع. وفي المركز الخامس حسب الذكاء الاصطناعي تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لنادي روما.